خلونا نستقبل تليفون. الحقيقة أنا معايا أرقام كثيرة يعني عن شكل العشوائيات واللي تكلفته الدولة وتضخم الرقعة العشوائية وقلة النسبة الزراعية، ولكن خلونا نعرف تفاصيل أكتر على الهواء. معايا دكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، حضراتكم في الوزارة تأثير البناء المخالف على المرافق رصدتوه ازاي من خلال الانفاق اللي تم انفاقه والتأخير ان احنا نمشي في خطوات مختلفة تانية تطلع بينا لقدام كدولة وكبنية تحتية؟ والله يا فندم، بالنسبة للبناء المخالف او الغير مخطط والتعدي على الاراضي الزراعية، ده أثر علينا يمكن في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. حضرتك، إحنا مثلا لما بنيجي نعمل مشروع محطة مية وشبكات مياه شرب، بندرس النطاق الجغرافي اللي إحنا هنخدمه، بندرس عدد السكان، المباني وتوزيعها، الطرق اللي موجودة في الكتلة السكنية، وبنعمل المشروعات بتاعتنا. نتفاجئ بعد نهو هذه المشروعات إن خارج الكتلة السكنية على الأراضي الزراعية ابتدى ينشأ البناء المخالف، مجموعة من المنازل 4 5 10 20 بيت يبقوا مع بعض، ويبتدي بعد ما تنشأ هذه المباني يطلبوا الخدمات الأساسية مياه شرب وصرف صحي. طب احنا النهاردة بعد ما بنبقى المشروعات اكتملت، عشان ارجع اوصل لهذه المناطق المتناثرة اللي مش مخططة اصلا، التكلفة بتاعت هذه المشروعات بتبقى 3 أو 4 مرات او 3 أو 4 لو هدخل في مدينه جديده. المشروعات بالظبط كده المخططه تخطيط سليم من الاول، لان انا ببقى عارف المسارات بتاعتي، الخطوط الى اخره. ولما اطلع انا امد الخطوط ديت لاماكن غير مخططه، مسافات 5 كيلو 10 كيلو متر طولي، لازم اعمل مواسير، لازم اعمل محطات رفع جديده، لازم اعمل طلمبات جديده، استهلاك موارد ماليه واستهلاك طاقه كهربائيه الى اخره. فالتكاليف كانت بتزيد جدا في هذه المرحله. عايز اسال يا دكتور حضرتك عن نسبه المصالحات، هل مرضيه؟ هي يمكن النسبة لغاية دلوقتي لسه متواضعة جدا يا فندم، لأن المخالفات كانت تفاقمت بأعداد كبيرة جدا. بالذات من 2011 ل 2018 بنتكلم عن 1,900,000 حالة تعدي على الأراضي الزراعية فقط، ما بال حضرتك بأراضي الدولة والعشوائيات وللأسف اللي حضرتك بتقوليه دوت خلى حتى يمكن معظم المجهودات اللي بتتعمل في المشروعات، انت مش قادرة حضرتك تنطلقي للأمام وانت عايزة تجري، انت كل ما بتتحركي لقدام وتعملي مجموعة من المشروعات ترجعي تاني على المشروعات اللي انت خلصتيها بالفعل. النهارده مثلا لما بنعمل مجموعة من الشبكات عشان نخلص منطقة ونيجي نخش في اللي بعدها، نتيجة التعدي ونتيجة الارتفاعات الغير مخططة، ده بيحمل على شبكة مية الشرب اللي موجودة والصرف الصحي، وبالتالي بيقلل منطقة الاستيعاب. ايه ذنب المواطن النهارده اللي ساكن في منزل في الدور الرابع او في الدور الخامس وكان يتمتع بخدمة مياه الشرب بتجيله، لما مرة واحدة تجيلنا الشكاوي والتليفونات، أنا المية كانت بتجيلي 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة في اليوم، ودلوقتي المية بتتقطع عندي أو بتجيلي مناوبات. ننزل نروح نعاين الوضع ده، نلاقي طلعت لنا 3 4 عمارات بارتفاعات 10 أدوار و12 دور و13 دور زي ما بنشوف في فيصل وبنشوف في غيرها من الأماكن. ده أخذ حق جاره اللي كان بيتمتع بهذه الخدمة بطريقة مستقرة وآمنة. النهاردة نتيجة الارتفاعات الكبيرة فبيسحب المية من الشبكة طبعا، فجاره اللي بعده مش هيلاقي المية. جاره كمان اللي وضعه مقنن يعني يا دكتور. بالظبط بالظبط كده يا فندم، يعني التأثير السلبي ما بقاش بيأثر على نفسه بس، ده بيأثر على نفسه وبيأثر كمان على غيره. فتضطري حضرتك بدل ما تعملي مشروع جديد النهاردة عشان تغطي قرية جديدة، تضطري تعملي مجموعة من المشروعات على نفس اللي حضرتك. أنا عايزة أتخيل مع حضرتك سيناريو، لو في مبنى عقاري مخالف بشكل أو بآخر، بقى كان على أرض زراعية أو أدوار مخالفة، تشرح لنا ايه الخطوات اللي ممكن اهل البيت دول يعملوها للتصالح في مبلغ اعتقد لجدية تقنين الوضع في الاول؟
هو طبعا في اجراءات تم اتخاذها عن طريق الوحدات المحليه والمحافظات وعن طريق الاجهزه اجهزه المدن الجديده للتصالح على مخالفات المباني، بس يمكن انا عشان معني اكتر بملف المرافق ميه الشرب والصرف الصحي، فده الملف يمكن بحاول اوصل لحضرتك احنا تاثرنا الخطوره. قد ايه، اتأثرنا قد إيه في هذا الملف نتيجة هذه التعديات، وأثرت حتى على الخطط التنموية اللي بنتكلم عليها، وبالتالي بقينا بنضاعف المجهود، لكن كل هذه المخالفات أدت لاستنزاف القدرات الخاصة بالدولة سواء في التمويل أو في المجهود، والتأثير السلبي كمان على المواطنين، لأن الوضع الهندسي السليم إن أنا أخطط الأول وأعمل المرافق بتاعتي وأنفذها زي ما بيحصل دلوقتي في كل المدن العمرانية الجديدة. وعشان كده الدولة النهاردة رجعت تسبق المواطن في التنمية العمرانية، بتنشئ له المدن الجديدة، مدن الجيل الأول والتاني والتالت والرابع، ما يقرب من 40 مدينة جديدة النهاردة مخططة على أعلى مستوى. بنعمل شبكاتنا ومرافقنا الأول، وبعد كده نقول للمواطن اتفضل عندك مسكن، اتعمل في منطقة مخططة، في خدماته، في كل حاجة، المية موجودة، الصرف موجود. على سبيل المثال مثلا هو الاسكان المتوسط في الحاله دي او الاجتماعي يا فندم، اعتقد ده الاهم، لانه الاهالي اعتقد هينتقلوا، هيبقى الاقبال اكتر على ده، لانه مش معقول هيبقى يكون في حته عشوائي وهينزل لمدينه جيل رابع مثلا. يعني فندم احنا النهارده عندنا 1,000,000 وحده سكنيه تم بنائها على مدار ال5 سنوات اللي فاتت، 1,000,000 وحده سكنيه دي فيها كل انواع الاسكان الممكن، فيها اسكان بديل العشوائيات، فيها اسكان اجتماعي، فيها اسكان متوسط، فيها اسكان فاخر. الدولة النهاردة بقت بتشوف الاحتياج عبارة عن ايه، بتشوف احتياج السوق الماركت، احتياج السادة المواطنين، وبتعمل اسكان النهاردة يتناسب مع كل الشرائح اللي موجودة زي ما حضرتك بتشهدي في كل المدن، حتى اللي احنا بنسميها مدن جيل رابع بنعمل فيها برضو اسكان اجتماعي، حتى في العالمين الجديدة بنعمل فيها اسكان اجتماعي، عندنا في مدينة بدر، عندنا في كل المدن المحيطة. فإحنا النهاردة كان لازم الدولة تسبق المواطن عشان ما نبقاش عندنا حجة إحنا بنتعدى ليه. طب النهاردة السكن، وإحنا بنوفر السكن، والسكن الحمد لله بقى ملائم ومناسب، وفي الخدمات الأساسية كلها متوفرة، وابتدينا في كل المدن دي أول حاجة بنبتديها الخدمات الأساسية، البنية الأساسية، نبتدي بمحطة المية نعملها، شبكات مياه الشرب نعملها، نبتدي بعد كده الطرق، الأسفلت، الأخر. دي في المدن الجديدة يا دكتور؟ ده في المدن الجديدة. طب أنا عايز أعرف تقريبا الدولة بتتحمل قد إيه من فكرة إن أنا أصلح مدن قديمة، أدخل مرافق في مناطق عشوائية أو غير منظمة، الدولة بتتكلف قد إيه تقريبا في الإطار ده يا دكتور؟ يا فندم يعني لو اتكلمنا بالارقام، احنا على مدار ال6 سنوات اللي فاتت في ملف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، احنا تقريبا يمكن التكلفه وصلت حوالي 176 مليار جنيه. انا عايز اقول لحضرتك مثلا مشروعات الاحلال والتجديد نتيجه التعديات اللي كانت بتحصل، فلازم نبتدي نكبر المحطات بتاعتنا، لازم نكبر اقطار الشبكات في المواسير، فعندنا مشروعات الاحلال والتجديد احنا يعني سنويا يا فندم بنتكلم ما لا يقل عن 8 مليار جنيه، من 6 ل 8 مليار جنيه سنويا، مشروعات احلال وتجديد ورفع كفاءه منظومه عشان تقدر تستوعب كل التعديات اللي بتحصل دي وكل الزيادات اللي بتحصل، ونغير مواسير اقل بمواسير اكبر، روافع وطلمبات اقل بروافع وطلمبات اكبر، فكل ده ليه تاثير بيخلينا مش قادرين نجري لقدام في المشروعات، لان كل ما بنجري لقدام خطوه التعديات ديت بترجعنا لورا خطوه وخطوتين، فعشان كده احنا بنسابق الزمن ونتمنى ان الموضوع ده يتوقف. عشان عايز اسال حضرتك حاجه يا دكتور، بصفتك حضرتك متخصص بقى في الشان ده، امبارح الريس كان بيتكلم عن خطوره هذه المساله وشبهها باكتر حاجه مخوفه يعني بتشكل رعب المصريين، وهي الميه والنهضه على الميه في مصر، وقال انه لو انتم خايفين من ده فالعشوائيات والبناء المخالف هو اخطر ربما من الملف التاني، وفي المصريين مستوعبين خطوره اهميه طبعا الميه مساله امن قومي. الخطوره بتاعه التعديات دي بتوازي خطوره الميه؟
يا فندم الخطورة بتاعة التعديات دي طبعا بتوازي كل المخاطر اللي احنا بنتكلم عليها، مخاطر على المية ومخاطر على الأمن القومي، لأن التعديات دي زي ما بنقول كده بتفقدنا الشكل اللي احنا عايزين نروح له والتطور المطلوب اللي احنا عايزين نروح له. احنا عايزين نشوف بلدنا مصر دي أحسن بلد في الدنيا، وعندنا مساحة نفتح شرايين يا دكتور لدولة متكاملة. احنا عايشين على 16% من نسبة الدولة دي كلها، فطبعا عشان كده يا فندم تلاقي مشروعات التعمير، خدي عربية حضرتك وتحركي شمالا جنوبا شرقا غربا، المشروعات بقت في كل مكان، عين حضرتك لا تخلو ان هي تشوف طريق بيتعمل، كوبري بيتعمل، محطة مية بتتعمل، خط مواسير بيتعمل، عمارات بتطلع، التنمية في كل مكان. بس التنمية دي يا فندم عايزة اللي يحافظ عليها، لازم كلنا نتكاتف ونتحرك في اتجاه واحد، ما ينفعش نتحرك ضد بعض، ما ينفعش نتحرك في مشروعات عشان نتقدم لقدام وفي نفس الوقت نلاقي تعديات ونلاقي مشاكل بترجعنا لورا. احنا بنشتغل على حالنا، احنا حتى في وزارة الإسكان في قطاع المية بنشتغل على حالنا، بنحسن كتير جدا من أدائنا في المشروعات بقدر الإمكان. لما امبارح وزير الإسكان يا دكتور يقول ان 99% من الجمهورية متغطية بمرافق مياه، معناها ان دي كل المناطق؟ احنا فندم بنتكلم تملي في خدمة مياه شرب وصرف صحي. لما بنتكلم على مية الشرب احنا وصلنا تقريبا ل 99% من كل مناطق الجمهورية، سواء المدن او المناطق الريفية والقرى. فالحمد لله يمكن مية الشرب اتغطت، لان دي يعني ببساطة كده كان الطلب الاول لكل المواطنين ان يبقى عندي مية شرب. احنا تحدياتنا بقى اللي بعد مية الشرب كانت الصرف الصحي. الصرف الصحي يمكن القرى للأسف المشروعات بتاعت الصرف الصحي ما مشيتش بنفس الوتيرة لسنوات كتيرة، وعشان كده يمكن من 6 سنين كنا بنتكلم على نسب في صرف صحي القرى لا تتعدى 12%. ده طبعا رقم صعب جدا، لأن حضرتك لازم تتخيلي كل مواطن من 90 ولا 99% اللي جاله مية شرب هيودي الصرف الصحي بتاعه فين. فلما بنتكلم على تغطية 12% كانت الأرقام قليلة. نجحنا الحمد الحمد لله على مدار ال6 سنوات اللي فاتت فيما يتعلق بالمدن الكبيرة، لأن كنا بنحط أولويات في الخطة بتاعتنا عشان نقدر ننفذها، وصلنا لحوالي 96% في المدن. إن شاء الله بنهاية العام القادم يبقى المدن بتاعتنا كلها متغطية بشبكات الصرف الصحي، لكن القرى وصلناها لغاية 37.5%، لأن مشكلتنا مش بس في القرى الكبيرة، القرى الأم اللي هي 4800 قرية على مستوى الجمهورية. أنا مشكلتي العزب والتوابع الصغيرة اللي تواجدت حوالين القرى، ودي عددها مهول جدا يا فندم، 32,000 تابع موجودين. تخيلي حضرتك لو محتاجين 32,000 مشروع، فده هو اللي كان التحدي الكبير اللي بيقابلنا. وتملي كنا بنقول لو احنا يعني بصينا ورانا وقلنا ان احنا ضعفنا الخدمه في صرف صحي القرى اكثر من 3 أضعاف في وسط كل هذه التحديات في ال6 سنوات اللي فاتوا، لكن لو بصينا قدامنا هنلاقي مازال التحدي كبير ومازلنا عايزين نشتغل كتير وننفذ العديد من المشروعات. شكرا لحضرتك دكتور سيد اسماعيل نائب وزير الاسكان للبنيه الاساسيه.